تم استلام الوجبة السابعة، ومن ثم بدأ بعملية التجهيز والطحن للوكلاء. قد تستمرون بالطحن كم يوم؟ والله حسب المخطط، نحن الاستمرار على الطاقة الإنتاجية للمطحنة، يعني المخطط 35 يوم مخطط الحصة الواحدة، نتوقف تنطلق حصة ثانية إضافية، يعني حصة جديدة. عملية التسليم إلى الوكلاء، هذا مخطط يصدر من الشركة العامة لتصنيع الحبوب والوزارة حسب المناطق الأشد فقرا. هي فترة الصيانة تكون فترة التنظيف والتعفير للمطحنة والجرد، بهاي الفترة نحن بحالة التوقف نقوم بعملية إدامة للمعمل ككل. والله فضل الله عز وجل الطحين جيد جدا، يعني حسب الحبوب المنتجة حبوب كل التسويق مال 24، بس حاليا نستلم من ساحة الموصل والحبوب جيدة، نجري عليها عملية الخبازة يوميا. بالنسبة لنا بمطحنتنا الحبوب جيدة جدا، والوكلاء اللي تستلم من مطحنتنا يعرفون جودة إنتاج الطحين.